us, they're gonna buy it. عمليات اذا انسحبوا كعمليه سحب قانونيه بتوقف على انه دخل بالقوه سحب اخذ دفعتهم من 10 ايام 5500 دولار بالدولار وهيهم موجودين وموثقين كله موثق بس خيي منه ازعر ما ادمه سيجاره ما بيشرب حشيش ما بيشرب ولا خصه بشيء حتى بيسالوا عنه بالحي اقدم واحد بالحي بشيل من جيبته بيشتغل تجاره سكاكر وهيك $5,500 دفعتهم وفاتيرهم موجودين بالسقف الزرع طلعتهم بتجيب كل جمعه بيقول بعطيك 400 بعطيك كذا بيجي لعنده بلاقي قاعد جوا عم ياكل الهواء بعمليات صيرفه عمليات مشبوهه بمليون دولار بنص مليون ب 400 مليون كيس كلها ورق مصاري هو عم يتفرج بعينه منطره برا خلص بومر يعني سكر مخه قال لك فيها بلا يعطيني مصرياتي يا بدي موت وحده مثلك ما عندك حل مشي هلا بسلام بس انتبهوا ما يمشي نهر الدم يا انا موت من لبنان كلياتهم ممنوع يظهروا هو ما عامل لهم شيء هو بس بده مصرياته لذلك ما عم بيعطوه مصرياته هيدا هيك يا اختي اذا بدي كفال وما بعرف شو بصير انا ناطرتك ما حفل الا لانزل انا وياكي هيدي الكلب السلوقي اللي جوا منو شعار هيدا سلوقي ما في عندنا قضاء حل كيلي في 3 سنوات مجبر اخاك لا بطله بالنهايه بده يطعم ولاده بالنهايه بده عائل لجوالده اللي بالمستشفى شو البديل بيروح بيسرق وهو عنده جنى عمره $210,000 بالمصرف يلي محتجز له امواله بده يعمل هيك وبده يعمل اكثر من هيك